الو ايفري وان جود مورنينج. النهارده 12/4/2015، النهارده احنا بنحتفل بالايستر، كل سنه وانتم طيبين. لكن انا قررت النهارده انه مش بس هيكون الايستر، قررت ان اعمله يوم سبيشال جدا في حياتي انا، حياه البنت اللي معمول مخصوص عشانها الفيديو ده، وهي طبعا ماي لاف سيمو. ليه قررت النهارده بالذات ان اعملها البروبوزل؟ لانه الايستر السنه اللي فاتت اتقابلنا انا وهي برده في كروز زي ما هيحصل بالظبط السنه دي، و ما كانتش اول مره اكشن نشوف بعض، لكن كان اول مره يحصل فيها الكليك اللي حصل بسببه بعد كده التقارب وبعد كده الاعجاب والمحبه وكده. Happy Easter everyone. Today we're celebrating an amazing event of the proposal of Andrew to Simo, and I hope everything will be perfect. Actually, a couple of weeks ago, Andrew came to us and he told us about his decision of the proposal to Simo, and I was so happy for him. I was so excited, and he asked us to help him with the arrangement of the posters and the pictures. So of course, we were so happy to help him out. And I'm so happy for Simo, and I can't wait to see her reaction. I hope she would love it. And yeah, Andro, yeah, Simo, أنا بحبك جدا. وألف ألف مبروك. هاي جماعة، إحنا النهاردة موجودين علشان أندرو هي بروبوز لسيمو، وإحنا بجد مبسوطين عشانهم قوي، عشان هم بجد ناس كويسين قوي، فرحانين لهم قوي. و I'm so exciting ورد فعل سيمون طبعا، عشان كلنا جرينا يمين وشمال وخرجنا، بس هي ما فيش قدامها غير المية، فهي هتوافق يا هتقول يس يا هترمي نفسها، ف we gonna see يعني. ألف مبروك يا دودو حبيبي، بجد أنا فرحان لك جدا. دودو حد بجد أنا بحبه خالص، وهو حد بجد كويس. ألف ألف مبروك حبيبي، وربنا معاك يا رب. أنا بجد ربنا يكون في عون سيمون، لأني احنا ناس كتير قوي على المركب النهارده، almost 150، وهيكون موقف صعب جدا عليها، فربنا معاهم يا رب، ربنا يسعدهم وايامهم كلها الجايه تبقى حلوه يا رب. وكونجراتيوليشن، بنحبكم بنحبكم. سيمون حبيبتي الف مبروك، ام سو هابي ان انا جيت النهارده. مبروك يا اندرو، انا عارفه انا على طول جايه متاخره، انا احب بس اقول لسيمون مبروك. طبعا احنا اندرو وسيمون صحاب من زمان، هي عارفه ذكرياتنا مع بعض، مش هتنسى اليوني بول والقلمه الملونه، كانت بتضحك وبتذاكر كتير جدا جدا جدا، في الاخر ما فلحتش وكلنا قاعدين مع بعضينا. يلا هي ست بلاش غير بيت جوزها واك. الف مبروك، ربنا يفرحك يا رب تتبسطي. احنا طالعين النهارده كروز زي كل سنه، سيمو فاكره ان هي طالعه يوم عادي جدا، هنشوف اصحابنا، هنقضي وقت لطيف، الدنيا هتكون تمام، وبعد كده خلاص كل واحد هيروح، بس مش عارفه ايه اللي مستنيها اون بورد. اللي مستنيها اون بورد تو ماتش بريشر يا جماعه. انا قررت اعمل لها بروبوزل النهارده يكون في بريشر قوي. اللي يعرف سيمو كويس يعرف ان هي شخصيه هاديه جدا، خجوله جدا، رزينه جدا، بس يا ترى بعد البريشر اللي هيحصل فيها النهارده ده هتفضل برده محتفظه بهدوءها ورزينتها وحكمتها، ولا هتتمرد على شخصيتها ونشوف شخصيه جديده النهارده ما شفناهاش قبل كده بعد الشك اللي انا هعملها لها دي النهارده. يا رب ان شاء الله الدنيا تعدي تمام وكله يبقى بخير، و اي هوب بجد ان هي الرياكشن بتاعها هيكون اوكي، لان احنا بنشوف دايما كريزي رياكشنز. اي هوب ان شاء الله ان الدنيا تعدي على خير يا رب ان شاء الله. سنة طيبين. النهارده ايستر April 12, 2015. احنا النهارده مش بس جايين نحتفل بالايستر، احنا كمان جايين نحتفل بالبروبوزل بتاع اندرو وسيمو. انا ما عرفنيش انا مين اللي ساكن مع اندرو، وهو صاحبي جدا اكشلي، هو كان بقاله كذا شهر كده متغير ومش عارفين ماله، على طول اقول له مالك يا اندرو، في حاجه معاك في الشغل؟ يقول لي لا، بس ابتديت احس ان في حاجه كده من ساعه لما ابتدى يغيب عن البيت، وخصوصا يوم السبت اقول له ايه يا اندرو كنت فين؟ يقول انا كنت بغير زيت. اجي الويكند اللي بعده اقول له ايه يا اندرو هنعمل ايه الويكند ده؟ هنغير زيت ولا ايه؟ يقول لي اه برضه راح اغير زيت. فكانت باينه يعني، لحد لما جه قال لي ان هو في ريليشن شيب مع سيمو، وهي بنت جدعه جدا وجميله وربنا يوفقهم. واحنا النهارده كلنا خايفين من الرياكشن بتاع سيمو، وربنا يتمم لهم على خير، ونشوفكم هناك ونشوف الدنيا. هاي اندرو، هاي سيمون، معلش سيمون يا عيني الغلبانه، مش عارفه النهارده ان في بروبوزل، وكانت لسه بتسال دلوقتي هو انتوا رايحين فين؟ قلنا لها انت رايحه فين؟ انت تمشي كده على طول ومالكيش دعوه بينا، وديناها الحمام. عايزين نقول لهم الف مبروك. طبعا الرياكشن بتاع سيمون المره دي بصراحه هي مفاجاه هتصدمها شويه، بس اعتقد ما قدامهاش اوبشنز يعني، اتس يس اور ذا وور. يا سيمو يا اندرو مبروك، ربنا يكملكم على خير، انتوا تستاهلوا كل خير، وربنا معاك يا سيمو. احنا حذرناك يا اندرو، بس انت اللي مصمم، ربنا معاك يا ابني، ويلكم تو ذا ليست.
هاي يا جماعة، ازيكم؟ ازيك يا سيمو؟ انا فرحانة خالص النهاردة ان هيكون البروبوزل. الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك يا دودو. يا سيمو بس انا عايزة اقول لك سر، ان في الاول خالص لما ابتديتوا كده تتعرفوا على بعض انا حسيت بتأثير ايجابي جدا 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 على دودو، ولاني عارفة كويس فحسيت ان ده تأثير بنت يعني، وحسيت ان ده تأثير بنت كويسة جدا وهادية وعقلة وامورة كده. فبعد شوية كده انا حاسة وسكتة لغاية ما هو جه الوقت وابتدى يقول لي بقى ان هو بيتعرف على حد وبتاع، وابتدى يقول لي ان هو انتي. ياه على فرحتي يا حبيبتي اول ما عرفت ان انتي، عشان عقلة وامورة وهادية وحلوة، وفعلا فعلا فعلا يعني دودو عرف يختار. بس عايزة اقول لك ان دودو حنين خالص 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 وبيحبك جدا، وفعلا راجل يعتمد عليه. ربنا يهنيكم وربنا يوفقك يا دودو وتفرح على طول، ودايما كل ايامكم تبقى سعادة. انا مستنيه اشوف كل يعني التعب اللي انت تعبته دوت في كل الفترة اللي فاتت، سيمون هيبقى رد فعلها ايه، لان عارفه انك تعبت قوي في التحضير يا حبيبي لكل حاجه انت عملتها، ومتوقعه ان سيمون صحيح هتتفاجئ في الاول بس هتطير من الفرحه بعد كل اللي انت عملته. اتمنى لكم كل خير، ربنا يخلي كل ايامكم سعاده، بحبكم قوي انتوا الاثنين، ربنا يحافظ عليكم ويديم المحبه بيننا دايما. سيمون حبيبتي الف الف مبروك، بجد كان نفسي اكون معاكي في اللحظه دي. لولي كمان بتقولك مبروك. هاي هابي ايستر اندرو. انا النهارده جاي من اب ستيت مخصوص عشان خاطر اندرو نحضر البروبوزل. تريلي ام ريلي فيري اكسايتد، ام فيري هابي فور هيم. انا تعرفت على اندرو السنه اللي فاتت في كلاس، كنا بناخد كلاس للاف اي، والحمد لله بوث اوف اس باس الحمد لله، وانا ما اعرفش حصلت ازاي بس وي باس. من خلال الفتره دي قربنا من بعض قوي وتعرفت على جروب كبير معاهم، ف يا وي ميرج توجذر، ات واز فيري فان. النهارده انا يعني ريلي فيري اكسايتد ان انا احضر البروبوزل، دي اول مره احضر بروبوزل في حياتي. انا عملت بروبوزل بعد ما اتجوزت بس ات واز فان، بس ف ام ريلي فيري هابي، وي ويل سي وات جن هابن توداي وين ذا برايد جيتس ذا برايد. يا الف مبروك لاندرو اند ذا برايد، وربنا يتمم لكم على خير. Happy Easter, guys. Amy. Okay. All right, Andrew and Simone, you guys, you don't know how much we're happy to have you today on our cruise. And we did so much work for you guys to make that happen, and it's going to be beautiful. I hope you guys enjoy it. I can't wait to see how you guys will be surprised. Both of you are great couples, and I'm so happy for both of you. And my congratulations one more time. Hani and I and Fun Fun Group and everybody on this cruise will be happy for you guys for this to be happen. واحدة من أهم الحاجات يا جماعة اللي هتفرق جدا في اليوم ده النهاردة الهارموني، الهارموني اللي ما بيني وما بين كرو العمل كله، لأن كل واحد فينا أساين إن هو يعمل حاجة معينة في وقت غيره بيعمل حاجة تانية، ولازم كل واحد فينا يكون بيعمل الحاجة دي من غير ما يشوف التاني، ومعمولة حاجة like in sequence كده. فمعنى إيه؟ إنه لو في أي حاجة وقعت في النص أو باظت هتبوظ كل اللي بعدها. ان شاء الله الدنيا هتعدي تمام، انا متاكد ان الدنيا تبقى زي الفل، وان شاء الله يا سيمو تنبسطي، ويا رب ان شاء الله ما تشوفش كريزي رياكشنز. فانا معاك مرسي، باي باي. I'll say will you marry me. I swear that I will mean it. I'll say will you marry me. Find out the more I look, the more I find the reasons why you're the love of my life. واحد من الشباب عامل سبيشال كويست ان هو يتكلم معاكم ويقول هو عاوز يشير كابل ووردز وذ ايفري ون. اندرو موجود اهوت، فلو سمحتم كلنا باي اتنشن عشان نسمع هو هيقول ايه. صباح الخير. صباح الخير. مساء الخير. كل سنه وانتم طيبين. انا مش هاخد اكتر من دقيقه، بس هقول حاجه صغيره جدا وبعد كده هنكمل يومنا عادي من غير اي انتربشن. السنه دي الايستر 2015، السنه اللي فاتت في ايستر 2014 انا كنت طلعت كروز برضو مع نفس الجروب الجميل ده، و
اكشلي من السنه اللي فاتت لحد النهارده وانا في سمثينجز جوين اون معايا كده جاي بس اخليكم تشير معايا. الحاجه دي خلت ان جوايا في سؤال انا عايز اساله وعايز اجابه، بس مفيش حد من الناس اللي قاعده دي هيقدر يجاوبني على السؤال ده الا شخص واحد بس. شخص واحد انا هختاره بعد اذنكم هو اللي هيجاوبني على السؤال ده. اكيد كلنا محتاجين نعرف مين الشخص ده اللي اندرو هيساله ويعرف منه، مش كده ولا ايه؟ كلنا مستعدين نعرف الشخص ده مين؟ كلنا مستعدين. ها اندرو، عاوزين لو سمحتوا كلنا مين الشخص ده، لو سمحتوا يا جماعه نشوف مين اللي هيجاوب السؤال بتاع اندرو لو سمحتوا. سيمو about this moment for a long time, right? Don't you? So, let me ask you this. بدأت
احس ان اللي فات من الوقت ممكن من ايديها في لحظة يرجع تنسك اي حد دايل اللي تستاهل بجد انك تعيش ليها الحياة. بس بقى الدنيا ضبطت قلبك ماشيه تمام كل حاجه قادره. طيب انت بقى هل هنبقى هتسوق انا وانت ال ال اليخت دلوقتي مع بعض؟ نروح على بيت قرعش ده، ماما بابا مستنينا عاملين لنا اكل العيد وبتاع، يلا بينا.